السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وايد السلام يا حبابي في الله. ملك استاذ دوني دك تشوكتان ولا شين امال الشيخ هل كان نقد داون يسان اما نقل سعتان واتشن لك امال كوكين سوري واذا قع مفرن يا قلبي فرن بك سوري واذا حطيت تايمر كو هو ريسو نصاب وقت يفضل سبسكرايب كتابو على مدى عس كمبريل كفرو سوحول بكو سوري باذن الله. هكذا محاوك الدعينا يا إن شاء الله المهي نغسو بيرا بيبياش عصب إلهي كرديغو وصالحين هو يوين كانوا مش سحن بارسد الله كرديغو كوو كرجين إله أولاد صالحين أيغان هسي بإذن الله تعالى. انت سوى استفتاحي إحبابي في الله ما أنتو حاربا موضوعي هو يدا يدلان قبرنام كذي نوسو سعودي إنا ينوسي دادي هيو إن شاء الله. ما أنت موضوع وتحاوي موضوع مهم 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 جدا لور قبلات أنت نيجاد جيسون دونا أي سؤال إذا صور سيد المركز هل كان أيام كوتشم إن شاء الله حطي أذيك وقصة تنوان رسو وذاي كرتا وحي رأيك يا فكرك إن شاء الله تعالى. أحبابي في الله موضوع عربنا كهذا حاوي هو يدا مركز يقول كلا يدا هاي حطي صهر مرتو أما أي هوس أسود دكتك صهر مرت إلمها أو هوس أسود عدو بلاسنتا أما إيدا أما من دير تحد بكي أدو فهميسد حدي إلمها كسو هوس مرتو قاب كيل وكرتا محادري ميسا يعني قلين مكين كرتا سي سكشن مكين كرتا دك قهران قلين كفهم المركا إرا هذا أو يراد أمالي قلين كوا محي واي وحان وجرو قبل يريرو قربها ساقا كوري مكا سيدي هذا بحبابي في الله هو يدا مركي أورك ليدا مرحلة بدن أيا لو سكر مرحلة بدن أيا كل سو درسا سكر إنه كودع ذكر إنه كودع يبيد إنه كوس مرت إلما إنه مدحي سكر هذا إنه بريج نقضه إنه على كان نقضه إنه يعني دوا كان نقضه مرحلة بدن مرول بابا وتجناتها أنت تقول كلا يا ذهاي إنه وح والباب إسكي إيمان كرا بي بيشنت لكن وح أنت بدن وح الحل كريء بدنه سيدا صور كبكو عرفتان إلمها مركو يعني أي كسوه سمرتو إن بلاسنتا أما إيدا أي قصة هسمرتو محو قفك دريمية كو قفك وحو دريمية ماشي أي يعني أي كجت تاجنت إيدا مركز إن يعني أدمود إن دمبل عمل أوجت تاجنت هاي دمبل إن لو جبيو كله أي قفك دريمية مو حنون أيو كدريمية مثلا أنت سيد قفك ما عرف إنه وحكو تاجين هوا كل أوربا إنه يعني عند إسكاماريو كله أي قفك دريمية تاسواميت ميد اللبات أو يعني آد كلها وقرتو أو يدك أنت بدنا نكون فهمان أما الخطر كأصو عانو كسارن كمبيوتر وكون فهمي وحاوي إن وقفك إسكو أركو ليك بليدين إن وقفك يعني ليك بدنا كي ماذو تاسنا وعلامتها الوقرتو إن يعني وين كانت مرحلة بدنا إني هاي ليكي ماذو لكن علامتها الوسي كرتوي إن قفك يبدي سأي خاصي سأم بلاسنتا جيسة أي يعني وحسكيهين أي نورمال الحين سيدا يا ربا بقول كي بس عشان بن آدم كا مركو أول كلي هاي يبيده الله ودنا أي قشة أما بيده أما ميدك أي قشة مثلاً الله وده اسم الإله هو تلاقي الواسين نورمالا مرو حاجة تأب نامروها أي هوس كليسو وحين نب أكينيسا عنو جيرا أرجيف كها مرو البحو إسكودي يا إنه صريحه بوسيشن كيسي وكذا لها يعني كنال كي وجودها قصو قاله سوء بريء مركي وقت جيس لجار وغصب بحو أين وحنين مثلاً لكن سي مدو حاجرته كسو يردو لكن أنا عنق حنين وقفك مركو حتى وسوء دواد بليه إسا كدر غدا ماشي الشلف اللي دي كر أو كعضا مثلاً وي سعو سعوتها كر إني كأدا صورة قلع مثلاً مركا أنت بدو حير هذان هدي بدح قشو وحوس كانوا قن كرا ويل هدي إن جبر هدي مدي قشنا ويل لكن تسوى تجربة ما هي متى أسرعنا ما هم أنت إن قفك هدو أسكو أركو على مرها صدق صو شيء إنه هاست وحكي مذان وكلو ليجا دمبل إني كنت هاجن توكله رئيس فربضن إنه دريميو فضن وحن كلها هاي أذيجا يعنو جبر ريسك إذا إنكلي كرتا مثلا أنت المهر ويد شاه هو إذا ويد شاه marka dhaqtarka sidoo oo la socdo haddii meesha ay waxdii marayaan hadba halkay marayso waa in aad dhaqtarkaaga la xiriirtaa dhaqtarka aad la tashataa dhaqtarka ra'yigiisana aad qaadataa wax badan in askiir hal saade kugu muhiim tahay hadii lagu soo sheego inay ibidaha hooseeyso sida qofka inuu yani socodka badiyo kale
haday hoos soo jirto bilahaagana soo dhow yihiin waxaa laga cabsanayaa inay qaraxdo ama ay dilaacdo oo ay dhibaato badan ay keento. May fahanteen? Marka haday ibidaas ay dilaacdo ama qaraxdo waxay keeni kartaa geeri degdeg ay keeni kartaa hooyadii cunuga labadaba sababi kara. Dad way jiraan inta la yiraahdo dhinac idinka gashay normal u dhala way jiraan, laakiin waa idin sheegay midda hoose weeye, midda aadka halista u ah, midda yacni khatarta gelinaysa yacni hooyadii cunugaba waa midda hoos martay. Iska ilaali mar haddii lagu yiraahdo ibideeda hooseyso weliba hoos jirto bilo dhowna aad tahay in lagu gacan mariyo ama lagu masaajeeyo. Ma fahantay? Waayo masaajada qofka aan khibrada u lahayn way burburin kartaa, waxay burburin kartaa placentarkii ama ibidii ayay burburin kartaa. Kadib hadhow waxaa laga yaabaa in ay gabalgabal kaaga soo dhacdo oo marka naftaada ay halis gasho. Ibidan qofka hadday ku hartay in yar ama daqiiqado waxay keenaysaa dhiig bax fara badan ay keenaysaa. Hooyada mar walbo ay dhiig baxdana mar walbo ay hayriska ku jirta weeye. Marka ka dadaal insha allahu tacaala, haddii dhakhtarku ku yiraahdo arintaas ayaa jirto, just adiga nasashaha badi, ilaahayna isku xir, adkaartana isku akhri. Markii aad maqashid calaamadaas, markii aad dareentay waxaasa idin soo sheegay, dhakhtarkaaga toos ayaad ugu tegaysaa adigoo aanan dhageysan waali yiri iyo qiila waqaala. Dhakhtarka tag, dhakhtarka ayaa wuxuu ku ogaanayaa ultrasoundka uu ku saaro ayuu 100% ku ogaanayaa meesha yacni ay joogto, inay hoos jirto, inay dhinac jirto, labada dhinac midkood inay jirto, inay hoos usoo badan tahay, inay kor u badan tahay. Dhakhtarka ayaa kuu kala cadeynayo waxaasoo dhan, waayo kombyuutarka keliya ma sheego wiil iyo gabar. Wuxuu sheegaa biyaha ilmaha ay yacni ay ku nool yihiin oo oksijiinka ay ka qaataan, wuxuu sheegaa dhiigga ilmaha ay ku nool yihiin, wuxuu sheegaa xibnaha ilmaha, wuxuu sheegaa ilmaha inay normal yihiin, inay abnormal yihiin, waxaasoo dhan ayuu sheegaa. Marka insha allahu tacaala dhakhtarka la xiriir, kombyuutarka wuxuu kuusoo sheegana adoo ilaahay tala saaranayo, qur-aanna isku akhrinayo. Waa inaad yacni hoosha dhakhtarka uu kuu sheegay waa inaad fulisaa biidhni illaahi tacaala. Waxaan hadda aada aragtaan sawirka sida idinka muuqdo. Markii ay placentarka hoos soo jirto ay hoosayso, qofki xitaa asoo bilo yar wuxuu dareemayaa culays, culays ku soo degaya ayuu dareemayaa. Sida markay ilmaha, waan ka soo hadli doonaa mowduucaas, sida ilmaha markay ku duubantaho kale, mareegta waxa loo yaqaano inay ku duuban tahay, markay ilmaha ku duubantaho kale way jiitaa, ayadana saasoo kale qofku wuxuu dareemayaa curays fara badan oo hoos usoo dhaadhacayo ayuu dareemayaa. Marka ilaahay waxaan ka barinay sida kheyr ku jirto inuu ilaahayna waafajiyo. Qalniin way keeni kartaa hadduu ku yiraahdo balasantaaga wuu hooseeyaa, dhakhtarka ma dhili kartid, si section ayaa yacni ku dhalaysaa, sizerian waa lagu qalayaa, hadiidin. Waxaa ka daran inay qaraxdo labadiinaba risk idin geliso oo waxba laga qaban karin. Qalliinkana mar ayuu badbaadayahay. Haddii bilahaaga ugu dambeeya aad ku jirto uu dhakhtarka go-aankaa ku siiyo, waxaan kugula talin lahaa anigu amaala oo walaashaa inaad qalliinka aadan diidin, dhakhtarka hadalkiisana aadan diidin. Qadarta rabbi ayaa ka weyn dhakhtarka. Waxaa laga yaabaaba markii saarada lagu saaro inay wixii dhanba la waayo, ilmihii sida ilaahay kaaga soo bixiyo ayaa suuragal ah. Mar walbana ilaahay tala saaro, qur-aanka isku akhri, dikriga ilaahay, xuska ilaahay, istiqfaarta. Mar walba oo dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay aad badisid, kurbada iyo murugada ilaahay uu kaa qaadayaa. Alaa bidikri illaahi tatma'innu lquluub, haddaa kurbootid ha iskurbeynin, barashada isku kicinin, hooyada uurka markay leedahay, wax walba diyaar waa inay u noqotaa, waa inay maskaxdeeda xoog uga shaqaysiinin, hadhow cunugaasi ayada nafteeda ay riski gelinin. Waa walaashiin Amaal Sheekh oo maanta idiin soo gudbinaysay placentarka markay hoos marto, qaabka loo garto, iyo waxyaalaha aad iska ilaalinayso insha allah. Salaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatuh.